بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم يا دكاتره. معاكم دكتوره وفاء ربيع، مدرس الهيستولوجي في طب الام تي اي. النهارده ان شاء الله هناخد الهيموبييسز، وهناخد اول محاضره فيه وهي الاريثروبييسز، وان شاء الله هنتكلم عن تكوين خلايا الدم من البون مارو. النهارده باذن الله عايزاك تطلع عارف بعض البوينتس كده معينه في اخر المحاضره الاي لوز بتاعتنا النهارده، ان انت تعمل كومبير بتوين الريد اند يلو بون مارو، تعرف لي الفرق ما بينهم، تعرف ازاي اريثروبييسز وازاي انا بكون ار بي سيز، وتعرف الستيجز لحد ما بوصل للار بي سيز بيحصل ازاي، وتعرف لي يعني ايه ريتيكولوسيتك كاونت، وتفهموا يعني ايه امتى بيزيد وامتى بيقل. يلا نبدا المحاضره ونشوف كل الكلام ده. تعالوا نتكلم عن البون مارو ونعرف ايه انواعه. البون مارو بالعربي يعني النخاع. يعني ايه البون مارو ده؟ اللي هو مسؤول عن تصنيع خلايا الدم اللي في جسمنا. يبقى وظيفة البون مارو ان هو بيصنع لنا خلايا الدم كلها، سواء ليكوسايتس سواء وايت بلاد سيلز سواء بليتليتس، كلهم موجودين في البون مارو، او هو اللي مسؤول عن السنسس بتاعهم. طيب انا عندي انواع للبون مارو ده. عندي حاجه اسمها ريد بون مارو، وده الاكتيف، هو ده اللي شغال وبيطلع لي خلايا الدم. عشان كده حضرتك لو بصيت معايا في الصوره دي، ده اللي بقول عليه ريد اور اكتيف، هما الاثنين اسم واحد، بون مارو. وعندي نوع تاني اسمه يلو بون مارو، ده ان اكتيف. تمام، هتلاقي كل اللي موجود فيه زي ما انت شايف كده خلايا فات سيل، هتلاقيه مليان فات سيل، وعشان الفات سيل موجوده فيه كتير فبسميه يلو بون مارو. خلاص، طب هو موجود فين بقى اماكن الريد بون مارو في جسمنا واماكن اليلو بون مارو في جسمنا؟ تعالوا نشوف. البون مارو احنا اتفقنا ان احنا عندنا يلو وعندنا ريد. البون مارو الريد الاكتيف بيكون موجود في اللونج بون بتاع الفيتس، يعني البيبيهات اللي لسه مولودين او اللي هم لسه نيونيتس، دول بيكون البون مارو كل اللونج بون اللي في جسمهم بتكون ريد بون مارو. كل ما بيكبروا الريد بون مارو ده بيتحول الى يلو، لان بيكون خلاص واحنا في الجروث بتاعنا بيكون شغالين تصنيع لخلايا الدم بتاعنا، فالاكتيفيتي بتاعتنا بتبتدي بتاعت الريد بون مارو دي بتبتدي تقل شويه. طب خلاص الفيتس ده كبر وبقى ادلت، اماكن بقى اللي هتفضل تجدد لي الدم او هتفضل تصنع لي خلايا الدم هتبقى فين؟ هتبقى في البلفس، هتبقى في الريبس، هتبقى في البادي اوف ذا فيرتيبري، هتبقى في البون اوف ذا سكال. يبقى انا لو جيت قلت لك اماكن الريد بون مارو فين، هتقول لي يا دكتور اللونج بون بتاع الفيتس كله ده ريد بون مارو. طب احنا لما كبرنا بقينا ادلت، اماكن الريد بون مارو هتقول لي حضرتك البلفس، هتقول لي ريبس، ستيرنم، سكال، دول لازم يتحفظوا. وكمان مهم قوي ان انت تعرف الابيفيسز اوف ذا لونج بون، كل دول فيهم ايه؟ ريد اكتيف بون مارو. اول ما اقول لك ريد اعرف انه اكتيف. طيب والبون مارو يا دكتور ده بقى ايه الاستراكشر بتاعه وهو عباره عن ايه؟ اولا انا عماله اقول لك ان البون مارو ده هو اللي بيطلع لي خلايا الدم، هو اللي مسؤول عن السنس بتاع البلاد سيلز نفسها. يبقى هلاقي فيه ايه؟ هلاقي فيه ديفلوبينج سيلز، هلاقي فيه فري ديفلوبينج سيلز. اهي زي ما انتم شايفين كده الارو، ادي مجموعه الخلايا دي، دي مجموعه خلايا الدم اللي بتتصنع، سواء بقى ار بي سي سواء وايت بلاد سيلز، دي الخلايا اللي موجوده في البون مارو، دي هتطلع على الدم. هي موجودة دلوقتي في البون مارو هتطلع على الدم. طيب عندي ايه تاني موجود في البون مارو؟ عبارة عن reticular connective tissue stroma. هي خلايا الدم دي موجودة كده في البون مارو وسايحة كده لوحدها، وكل ما خلايا ماشية لوحدها، ولا في حاجة عاملة لهم سبورت؟ لا، لازم يا دكتور في حاجة عاملة لهم سبورت. يبقى تاني حاجة عندي reticular connective tissue stroma، عبارة عن reticular fibers و reticular cell. طبعا الحاجة المشهورة جدا جدا في البون مارو هي الفات سيل. اهي فات سيل. طبعا الفات سيل دي موجوده اكتر في اليلو ولا في الريد؟ لا طبعا يا دكتور، ده احنا سمينا اليلو على اسمها من كتر ما هم موجودين في اليلو بون مارو كتير. تمام، هي موجوده برضو في الريد بس عددها قليل، موجود اكتر في مين؟ في اليلو بون مارو. يبقى انا اول حاجه قلت لحضرتك موجوده في البون مارو هي الديفلوبينج سيلز، تاني حاجه ريتيكولار كونكتيف تيشو، تالت حاجه عندي حاجه اسمها بلاد ساينوسايد. بلاد ساينوسايد دي عباره عن بلاد شانلز كبيره وبتبقى فينستريتد، وفي عندي شويه ماكروفيج، دي من ضمن الخلايا اللي موجوده عندي في البون مارو. يبقى انا عندي اربعه ستراكشرز مهمين جدا حضرتك لازم تعرفهم لي في البون مارو. عندي فري ديفلوبينج سيلز، عندي ريتيكولار كونكتيف تيشو، عندي بلاد ساينوسايد، عندي ماكروفيج. طيب
البلاد سينوسويد انت حضرتك قلتي لي ان هي عباره عن بلاد تشانلز وايد، تمام. طيب اهي ده دايجرام كده عشان يوري لك ادي شكل البلاد تشانل نفسها او البلاد سينوسويد زي ما احنا شايفين كده موجودين. بس لو تاخد بالك ان البلاد سينوسويد فينستريتد، كل دي مليانه فينستريشنز. ليه؟ عشان خلايا الدم تقدر تخرج منها وتوصل للبلاد. يبقى هي اللايننج بتاع البلاد سينوسويد فينستريتد اندوثيليال سيلز. ليه؟ علشان خلايا الدم بتاعتي توصل للبلاد. وديس كونتينوس بيزمنت ميمبرين، ما هو انا لو خليته لو قفلتها خالص الخلايا اللي اتكونت هتروح فين البلاد؟ هتوصل ازاي؟ لازم يكون عندي فينستري عشان اعدي منها. يبقى احنا زي ما احنا شايفين كده ادي دي الفينستريتد بلاد كابيلاري او بنقول عليها البلاد ساينوسويد، وده الحاجه الصح ان احنا نقول عليها بلاد ساينوسويد. خلاص اتفقنا. والبلاد ساينوسويد دي عباره عن فينستريتد اندوثيريال سيلز قاعدين على ديسكونتينوس بيزمنت ميمبرين عشان تساعدني ان البلاد سيلز توصل لمين؟ للبلاد. زي ما احنا شايفين في الدياجرام ده انا عندي دي فات سيل، عايز يقول لك ان دي فات سيل ودي خلايا البلاد كلها اللي موجوده. تعالوا بقى نتكلم عن الهيموبويسيس ويعني ايه هيموبويسيس وايه اللي بيحصل فيه عشان نتفق كده في الاول. هيموبويسيس هيم يعني بلاد، بويسيس يعني ميك تصنيع، يبقى هيموبويسيس يعني تصنيع خلايا الدم. تصنيع خلايا الدم زي ما احنا اتفقنا بيتم فين؟ بيتم من البون مارو. طيب تعالوا يا دكتور تعالوا، اتفقنا ان هو بيتم من البون مارو. خلي بالك برضو انا عايز اقولك على حاجة، من ضمن الاماكن اللي في جسمنا برضو بتصنع الخلايا الدم عشان تبقى برضو في البرينيتال تبقى فاهمها، الليفر والسبلين. بس اهم مكان بالنسبة لي برينيتال وبوست نيتال هو البون مارو. يبقى اهم مكان مسؤول عن الهيموبيسيس برينيتال وبوست نيتال هو البون مارو. ايه اماكن تانية كانت بتساعدني وانا برينيتال؟ كان الليفر والسبلين. طب يا دكتور الهيموبويسيس دلوقتي بيتم ازاي؟ تصنيع خلايا الدم بيحصل ازاي؟ اول خلية لازم تعرفها عندي اسمها ستيم سيل. الستيم سيل دي عندي دي الخلية اللي بتقدر تديني اي انواع خلايا في جسمنا. على فكرة ستيم سيل دي الخلايا الجذعية اللي بنقول عليها الخلايا الجذعية. الخلية دي ليها بعض الكاركترز كده، ان هي سيلف رينيول، تقدر تجدد نفسها. هاي بوتنشياليتي يعني تقدر تديك اي نوع من انواع الخلايا انت محتاجها. طيب ده كده اول ستيب في تصنيع في تصنيع الخلايا الدم او الهيموبويسيس. طب بعد ما بقيت ستيم سيل، ستيم سيل دي هتمشي ازاي لحد ما تطلع لي خلايا الدم؟ تاني ستيب بتاعتي بعد ما بقيت ستيم سيل بقى عندي حاجه اسمها بروجينيتور سيل. الباسوي ده لازم حضرتك تحفظه، ده جنرال باسوي لاي الهيموبويسيس. في الاخر مش هيطلعوا خليه نفس النوع، بس هو اللاين واحد، بس في الاخر هتطلع يا اما ار بي سيز بس، يا اما جرانيولوسايد بس، يا اما بليتليت بس، بس الباسوي واحد. يبقى احنا بدأنا بستيم سيل وعرفنا ان خلايا الجذعية دي خلايا ليها سيلف رينيول وليها هاي بوتنشياليتي، يعني تقدر تديك انواع كتير من الخلايا. طب عشان ابقى ادق اتحولت من ستيم سيل بقيت بروجينيتور سيل. البروجينيتور سيل فيها كتير قوي من خلايا الستيم سيل، بس هي بتبقى ايه البوتنشياليتي بتاعتها بدأت تقل، يعني دي برضو ان هي مش هتقدر تديك كل انواع الخلايا، بدأت الكابابيلتي بتاعتها تبتدي تقل شويه. هنمشي في سيل لاين واحد، انا همشي في خط واحد، هتقول لك حطيني على طريق عشان امشي على طريق واحد، تمام. يبقى الستيم تحولت الى بروجينيتور، والبروجينيتور بعد كده انا عاوزه ابقى يعني امشي في لاين واحد، عايزه ابقى ماشيه في اتجاه واحد، هتحول لي بقى البروجينيتور لبريكورسر سيل. البريكيرسر سيل دي سمولر انسايد عن البروجينيتور. خلي بالك كل ما احنا ماشيين في اللاين كل ما السايز بيقل. يبقى انا لو قلت لك مين اكبر سايز دلوقتي؟ الستيم، والستيم بعد كده السايز بتاعها هيقل شويه هيبقى بروجينيتور، والبروجينيتور السايز بتاعها هيقل شويه هنبقى بريكيرسر. بريكيرسر دي بقول عليهم بلاست، خلايا البلاست، يعني هقول لك بعد شويه عندي اريثرو بلاست، بعد كمان في محاضره ثانيه هقول لك عندي حاجه ثانيه اسمها مونو بلاست. فبلاست دي خلايا بتبقى لسه اماتيور بلاست، ودي بتبقى في مرحله البريكورسر سيل. يبقى انا لو مسكت معاك اللاين من الاول، اول حاجه يا دكتور انا اول ما هبتدي عايزه اصنع اي خليه في الدم هبتدي بستيم سيل، والستيم هتتحول لبروجينيتور، والبروجينيتور هتديني بريكورسر، هيبقى اسمهم بلاستات. يبقى احنا لما ندخل عند مرحله البلاستات يبقى الخلايا دي اسمهم بريكورسر، ودول طبعا زي ما اتفقنا دول سمول في السايز. طيب بعد ما بقينا بريكيرسر، خلاص بقينا بريكيرسر، هبقى بعد كده ايه؟ ماتيور سيل. هوصل بقى للماتيور سيل اللي انت هتقولي لي انا هبقى ايه، تمام. يبقى احنا الباسوي ده حضرتك هتحفظه لي او هنعرفه، لان ده الباسوي بتاع اي خلايا الدم هنبتدي نكونها دلوقتي. هنمشي في الباسوي ده، هيبقى اولك ستيم، وستيم هتديك بروجينيتور، بروجينيتور هتديك بريكيرسر، لحد ما ابقى مين؟ لحد ما ابقى ماتيور سيل.
وطول ما احنا ماشيين في اللاين ما ننساش السايز بتاع السيل بيقل. طيب تعالوا بقى نشوف زي ما اتفقنا كده كده تيبل كده ظريف عشان يوريك البوتنشياليتي بتاع كل خليه. مين اكتر بوتنشياليتي؟ بوتنشياليتي يعني تقدر تديك اي انواع خلايا انت عاوزها، الستيم سيل. وطبعا كل ما احنا ماشيين في اللاين البوتنشياليتي دي بتروح، يعني الستيم سيل ليها هاي بوتنشياليتي. البروجينيتور بدانا نقللها شويه، عايزين نبقى سبيسيفيك. تمام. اول ما البروجينيتور تتحول لبريكورسر اللي هي البلاست، يعني مثلا بقيت اريثروبلاست، الاريثروبلاست دي ينفع تتحول لاي خليه ثانيه ولا هي خلاص بقت اريثروبلاست؟ لا هي خلاص بقت اريثروبلاست. تمام يا دكاتره. وزي ما اتفقنا ان السايز بتاعنا بيقل كل ما بمشي، كل ما ببقى ناحيه الماتيور سيل كل ما السايز بتاعتي بيبتدي عندي يقل. طيب هنيجي دلوقتي نتكلم كمان. احنا اتفقنا ان انا عندي ستيم، وستيم ادتني بروجينيتور، والبروجينيتور راحت للبريكورسور لحد ما بقت ماتيور سيل. طب خلايا الدم بقى كلها، انا عندي خلايا دم حمراء وخلايا دم بيضاء وعندي بليتلتس. تمام يا دكتور. هم كلهم هيبقوا ماشيين ازاي؟ انا قسمتهم لك لبيك كاتيجوري. انا عندي الستيم سيك فوق، تمام. البروجينيتور بقى قسمتهم لك لحاجتين، حبه هيبقوا اسمهم مايلويد وحبه هيبقى اسمهم ليمفويد. ليمفويد يعني ليهم علاقه بخلايا الليمفوسايت، مايلويد ليهم علاقه بباقي خلايا الدم كلها، يعني هيبقى ليهم علاقه بالاريثروبلاست اللي هي خلايا الدم الحمراء، وهيبقى ليهم علاقه بالمايوبلاست اللي هي هتديني جرانيولوسايت، وهتبقى ليهم علاقه بالميجالوبلاست اللي هتديك مين؟ اللي هتديك بعد كده الميجا كاريوسايت وهتدينا بليتلت. عشان ما تتلخبطش معايا يبقى انا في الهيموبويسز انا قسمت البروجينيتور لتو بيج كاتيجوري. تمام. هي الستيم سيل واحده، تمام، من فوق اسمها بلوري بوتنت. بلوري بوتنت يعني تقدر تديك، او بلوري بوتنشال تقدر تديك كل انواع الخلايا. طب لما انا عايزاها ابقى مور سبيسيفيك قسمتهم لتو كاتيجوري، قسمت البروجينيتور لتو كاتيجوري، مايلويد وليمفويد. مايلويد هتديك كل خلايا الدم، ليمفويد هتديك خلايا الليمفوسايت بس. خلاص اتفقنا. يبقى انا في الاخر المايلويد هتديني كل خلايا الدم، ار بي سيز والنيتروفيل وايزينوفيل وميجا كاريسايت وبليتلت. ليمفويد هتديني مين في الاخر؟ ليمفوسايت. تمام كده كده تقسيمه بيك كاتيجوري كده عشان وانت بتذاكر تبقى فاهم البروجينيتورز بتوعك ماشيين ازاي. احنا قسمناهم لاثنين، وبعدين البريكورسر زي ما انت شايف البريكورسر اللي هم البلاست، اي خليه فيها كلمه بلاست دول هسميهم بقول عليهم بريكورسر. الماتيور خلاص اسم الخليه الماتيور اللي طلعت معاك بقى، سواء ار بي سي سواء نيوتروفيل سواء مونوسايت، دول بقول عليهم ماتيور سيل. طيب تعالوا نشوف الهيموبيوتيك سيل. يبقى احنا زي ما اتفقنا احنا قسمنا تو كاتيجوري، الكاتيجوري اللي هو المايلويد، اتفقنا ان هو كاتيجوري المايلويد اللي هو الكبير ده، ده اللي هيديني دي كل خلايا الدم بتاعتي. لكن الليمفويد هيديني الكاتيجوري بتاع مين؟ هيديني في الاخر الليمفوسايت اللي هم البي والليمفوسايت. ده اسمه ليمفويد كاتيجوري او ليمفويد بروجينيتور، ده اسمه مايلويد بروجينيتور. طيب انا دلوقتي يا دكتور هبتدي بقى عايزاكي تصنعي لي خليه. تعالي صنعي لي دلوقتي ار بي سيز، اعملي لي خلايا الدم الحمراء، هيبقى اسمها ايه؟ اريثروبويسيس، يعني تصنيع خلايا الاريثروسايت. طيب احنا اتفقنا ان احنا لينا لاين الواحد ماشيين فيه، بدانا بستيم سيل، برافو عليكم، لازم ابقى عندي بدء ستيم، والستيم بتاعتي اسمها بلوري بوتنت هيموبيوتيك ستيم سيل. خلي بالك الاسم ده هيبقى ثابت معاك في كل خلايا الدم لان هي دي اللي بتدينا كل الانواع. طيب بعد ما بقينا ستيم هنبقى بروجينيتور. مين البروجينيتور؟ هتديك بروكيرسور، والبروكيرسور هتديك الماتيور. طب مين البروجينيتور هنا بقى في الاريثروبيسيز؟ سميتها كولوني فورمينج يونت اي. كولوني فورمينج يونت، يبقى انا اي بروجينيتور هسميهم الاسم الثاني ليهم كولوني فورمينج يونت، بس هحط جنبها رمز اي يعني هتديني اريثروسايت. يبقى انا البروجينيتور سميتها اسمها ايه؟ كولوني فورمينج يونت. يبقى الاسم الثاني للبروجينيتور كولوني فورمينج يونت، وجنبيها عندي في رمز كده موجود اي، يعني البروجينيتور دي هتديك مين؟ اريثروسايت، هتديك ار بي سيز، هتدينا مين؟ ار بي سيز. يبقى احنا زي ما اتفقنا الستيم سيل في الاول خالص، الستيم سيل هتديني بروجينيتور، البروجينيتور انا سميتها لك. خلي بالك هو الاسم اصلا كولوني فورمينج يونت جه منين؟ جه من الستيم سيل، لان هي اصلا اسمها كولوني فورمينج يونت. يبقى هي الستيم سيل اصلا اسمها كولوني فورمينج يونت. عشان ابقى مور سبيسيفيك وانا بروجينيتور هتسميني ايه؟ كولوني فورمينج يونت. حطي لي بقى انت هتروحي فين؟ هروح للاي، هروح للاريثروسايت. يبقى انا الاسم ستيم سيل اسمها كولوني فورمينج يونت، تمام، بس ما جنبهاش حاجه، ما جنبهاش ليتر، مش رايحه لحته معينه. طب اول ما احط جنبها ليتر يبقى انا خلاص عرفت انا هروح فين. يبقى انا طالما حطيت كولوني فورمينج يونت اي يبقى انا ماشيه في اللاين بتاع مين؟ بتاع الاريثروسايت. اتفقنا.
بعدين عندي اللاين بقى بتاع البلاستات، عندي البلاست بتاع الاريثروسايت هيبقى اسمهم ايه؟ اسم البلاست بتاع الاريثروبويسس هيبقى اسمهم ايه؟ هنعرف دلوقتي اسم البلاستات اللي موجودين في البريكيرسر، في مرحله البريكيرسر في الاريثروبويسس اسمهم ايه؟ اول واحده اسمها برو اريثروبلاست. خلي بالكم ان انتوا لازم تحفظوا يا دكاتره معايا اسامي البلاست بتاع كل كاتيجوري. يعني في الاريثروبويسس وقت ما انا ما بصنع خلايا ار بي سيز، قبل ما بتتصنع كان عندي خلايا قبلها اسمها بلاست سيل، كان ليهم كذا اسم، فاسمها برو اريثروبلاست. والبرو اريثروبلاست هيبقى اسم بعد كده اسمهم بيزوفيل اريثروبلاست، والبيزوفيل اريثروبلاست هيبقى بعد كده بوليكروماتوفيليك، بوليكروماتوفيليك اريثروبلاست. في الاخر واحده هتبقى عندي نورموبلاست. طبعا كل واحده من دي ليهم ليها شكل معين وليها حاجه معينه، بس انا كده سريعا هقول لك اسم البلاستات دي او كل حاجه ما يميز البرو اريثروبلاست. خلي بالك اي خليه بلاست السيتوبلازم بتاعها بيكون بيزوفيليك، اي خليه بلاست السيتوبلازم بتاعها بيكون بيزوفيليك لان هي بتبقى مليانه رايبوزومز. طيب برو اريثروبلاست ايه اللي بيميزها يا دكتور؟ السيتوبلازم بتاعها اتفقنا بيزوفيليك، والحجم بتاعها هيبقى كبير، خلاص اتفقنا. طيب هتفرق ايه بقى عن البيزوفيليك؟ البيزوفيليك هتفرق ايه عن البرو اريثروبلاست؟ ان السايز بتاعنا هيبتدي يقل، سايز الخليه هيبتدي يقل، اتفقنا اتفقنا. وهتبتدي النيوكليس، لان انا المفروض ان انا عندي الار بي سيز تطلع في الاخر ما فيهاش نيوكليس، الار بي سيز ما فيهاش، هتبتدي في المرحله دي ان النيوكليس بتاعتي تصغر بقى في الحجم عشان عايزه اخلص منها. يبقى انا النيوكليس في مرحله البيزوفيليك اريثروبلاست تبدا تصغر. طيب دخلنا على البوليكروماتوفيل. هو انت ليه سميتها لي بوليكروماتوفيل اريثروبلاست؟ لان انا دلوقتي عندي ظهر لونين، عندي اللون الازرق اللي هو بتاع الريبوزومز، وعندي اللون الاحمر لان الهيموجلوبين بدا يتكون، فبقى عندي لونين موجودين، لون احمر ولون ازرق، فسميتها بولي يعني بولي كروماتوفيليك، يعني فيها كذا لون، عندي اللون اللي هو الازرق بتاع الريبوزومز واللون الاحمر لان الهيموجلوبين بدا يتكون، وطبعا النيوكليس هنا بدات خلاص تبقى شرينكين عشان خلاص هبتدي اخلص منها. هنيجي بقى في الاخر نورموبلاست، زي ما انت شايف لونها نورموبلاست، يبقى السيتوبلازم بتاعها هنا لونه ايه؟ لون السيتوبلازم بقى خلاص مليان هيموجلوبين. في النورموبلاست السيتوبلازم بتاعي بقى مليان مين؟ هيموجلوبين. خلاص انا كونت الار بي سيز بتاعتي تقريبا، وخلاص لونها بقى مليان هيموجلوبين، فلونها بقى اللون الريد بتاعي، تمام. والنيوكليس خلاص انا هنا تمام، بقيت بيكنوتك خالص وهبتدي اتخلص منها. النورموبلاست بعد ما هتبقى خلاص مليانه هيموجلوبين هتديني خلايا اسمها ريتيكولوسايت، لان في الاخر بعد الريتيكولوسايت هوصل لمين؟ هوصل للريد بلاد سيل. يبقى انا كل الكاتيجوري، كل البلاستات اللي انا عماله اتكلم فيهم دول تحت كاتيجوري مين؟ بريكيرسر. يبقى اول طول ما انت تسمع مني بلاست يبقى انت في كاتيجوري مين؟ كاتيجوري بريكيرسر. يبقى احنا نيجي نمسك من الاول ستيم سيل او الاسم الثاني كولوني فورمينج يونت، جنبيها حاجه؟ جنبيها رمز؟ لا، تعالوا ننزل اللي بعدها بروجينيتور. كولوني فورمينج يونت اي، بقيت انت ماشي ناحيه الايه؟ الاريثروسايت. خلاص يبقى انت كده هتطلعي لي في الاخر ار بي سيز، تمام. بعدين دخلت على البريكيرسر اللي هم اسمهم بقى مجموعه البلاست، اتفقنا ان انا عندي حاجه اسمها برو اريثروبلاست، بعد كده بيزوفيليك، بوليكروماتوفيل، نورموبلاست، فاينلي في الاخر هيبقى عندي خليه اسمها ريد بلاد سيل. ده الباسوي اللي انا بكون بيه خلايا الدم الحمراء في البون مارو بتاعنا. طيب انا عماله اقول لك ان احنا في البلاستات السايز بيقل، ما تنساش ان انا في البلاستات السايز بيقل، اهو السايز بيقل، كل ما ببقى ماتيور يا دكاتره كل ما السايز بتاعي ما يقل، كل ما ببقى ماتيور كل ما السايز بتاعي بيقل ديكريز. يبقى انا اتفقنا ان انا عندي البرو اريثروبلاست زي ما اتفقنا، هي السيتوبلازم بتاعها لونه بيزوفيليك، وعندي لسه نيوكليس، والنيوكليس لسه فيها جوه نيوكليولس. طيب بيزوفيليك اريثروبلاست، البيزوفيليك اريثروبلاست برضو لسه السيتوبلازم بتاعنا لسه فيه بيزوفيليا، والنيوكليس بتاعتي المفروض ان هي هتبتدي تقل. بوليكروماتوفيل ظهر عندي اللونين زي ما انت شايف كده، اللون الاحمر بدا يظهر عندي بقوه، لان الريبوزومز برضو بتديني شويه بيزوفيليا، والنيوكليس عماله ايه؟ تقل. طيب هندخل بقى كمان، شو واخد بالك ان النيوكليس عماله تقل، انا عايز اخلص بقى من النيوكليس خالص، اهي النيوكليس طلطتها، انا طلطتها في مرحله مين؟ طلطتها في مرحله النورموبلاست. يبقى دي انا كده عندي مين؟ نورموبلاست. يبقى انا خلصت من النيوكليس فين؟ عندي ستيج بتاعه النورموبلاست، اتفقنا؟ ما ننساش بقى. طيب بعد النورموبلاست بقيت خليه اسمها ريتيكولوسايت،
وفي الاخر فاينل اسمها اريثروسايت. الريتيكولوسايت دي تقريبا هي دي الستيج اللي قبل الاريثروسايت على طول، لحد ما اوصل ان انا عندي خلايا دم حمراء ما فيهاش نيوكليوس ومليانه هيموجلوبين، والسايز بتاعها طبعا اقل بكتير من من البرو اريثروبلاست. كل دي الستيج بتاع اي مرحله، بتاعت مرحله المين البريكورسور، مرحله البلاستوت. يبقى احنا زي ما اتفقنا في الاريثروبيسيس كان عندي خليه اسمها ريتيكولوسايت. ريتيكولوسايت دي على طول الستيج اللي قبل ما ابقى مين، اللي قبل ما ابقى ار بي سيز. طيب هو انت يا دكتور ممكن تشوف الريتيكولوسايت في البلد مش في البون مارو؟ قالك اه. قالك لو حد لا قدر الله عنده هيموريج او جاله نزيف او يعني دايما هو الهيموريج هو اللي بيبقى موجود كتير، لو حد جاله نزيف وانت عايز تعوض بسرعه وتجدد الدم ده بسرعه قوي، فانت عشان تجدد الدم مين الخليه اللي على طول موجوده عندك قبل ما تبقى ار بي سيز؟ هي هتبقى ريتيكولوسايت. فانت ممكن تلاقيها كتيره جدا في حاله البليدنج، بس هي نورمالي عامه احنا بنشوفها في الدم بنسبه 1 لـ 2%، 1 لـ 2%. لو النسبة دي كترت عن 1 to 2% في البلاد، اعرف ان فيه هيموريدج، اعرف ان دي خلايا البريكورسر، فخلايا الدم عمالة تطلعها كتير جدا جدا جدا، فعمالة تطلعها على البلاد قبل ما تبقى ماتيور. خلاص؟ طيب يبقى احنا زي ما اتفقنا الريتيكولوسايد دي الخلية اللي قبل ما تبقى ار بي سيز، وانا هشوفها كتيرة في الدم امتى؟ لما بيكون في عندي هيموريدج او بليدنج، بس هي نسبتها نورمالي في البلد بتبقى 1 to 2%، لو زادت عن كده يبقى انا عندي فيه مشكلة، البني ادم ده بينزف. وبتزيد كمان قالك في حالات كرونيك هيموراجيك انيميا، الناس اللي هي بتنزف بس ببطء، مش ناس عندها بايلز، اللي هم ناس عندهم بليدنج بيرتيس، عندهم اي بليدنج وهم مش عارفين هو مكانه فين، بس عندهم كرونيك، على الناس اللي عندهم اسوفجيال فارسز دوالي مريء، الناس اللي هي كل شويه بتنزف على فترات طويله، هتلاقي البون مارو بتاعهم اكتيف وبيطلع خلايا ريتيكولوسايت. طيب لو انا سالتك دلوقتي ريتيكولوسايت كونسيدرد نوت فولي ماتيور، هي مش ماتيور لان بيبقى ليها بتبقى مش ماتيور. ليه بقول عليها مش ماتيور؟ لان الريتيكولوسايت فيها حاجه مميزه قوي، هي الريتيكولوسايت سميتها ريتيكولوسايت ليه؟ علشان بيبقى فيها لسه حاجه اسمها برو ريتيكولم. برو ريتيكولم ده عباره عن الريمننت بتاعه الرايبوزومز، عباره عن الريمننت بتاع البولي رايبوزومز. يبقى الريتيكولوسايت انا سميتها ريتيكولوسايت ليه؟ لان هي بيكون لسه فيها الريمننت بتاعه الرايبوزومز. خلي بالك احنا الرايبوزومز بتبتدي تقل كل ما ببقى ماتيور، لكن الريتيكولوسايت دي اخر واحده خلاص هيبقى فيها رايبوزوم، فبيبقوا شبه الريتيكولوم، بنقول عليهم ريمننت بتاعت البولي رايبوزومز. تمام؟ بولي كروماتوفيلك اريثروبلاست، ليه بقول عليها بولي كروماتوفيلك؟ اتفقنا ان هي بولي كروماتوفيل علشان فيها لونين بداوا يظهروا، اللون الريد بتاع الهيموجلوبين واللون البلو بتاع الرايبوزومز بتاعتي. خلاص؟ طيب قال لك ليه الريتيكولوسايت عندي بتزيد في حالات الهيموراجيك انيميا او بتزيد في حالات الهيموريج؟ لان البون مارو بيبقى اكتف في الوقت ده وعاوز عايزين نعمل كومبنسيشن للبليدنج ده، فبطلع برمي الريتيكولوسايت كتير عشان تعوض لي البليدنج اللي حصل ده. شكرا ليكم يا دكاترة، اتمنى تكونوا فهمتوا الاريثروبيسيس وازاي بيحصل، وفي الاخر ازاي انا بوصل لـ RBCs بتوصل لي في البلاط.